ومشكله هذا المذهب حقيقه في اناس يقومون عليه يرون انه لا يمكن ان يقوم هذا المذهب الا باثاره العواطف، يعتمد على العاطفه اكثر من العقل واكثر من المنطق، ودائما تاجيج العواطف بهذه الصوره يعني يثير الناس ويثير البغضاء ويثير يعني التلاعن والسب وغير ذلك من الامور. يعني انا اتصور يعني لو انا كنت يعني مصدقا لهذا ان عمر فعل هذا بفاطمه رضي الله عنها، هل ترى اني ساحب عمر؟ لا يمكن طبعا، لا يمكن اقبل، لا يمكن ان اقبل ان عمر يفعل هذا ببنت النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك اترضى عن عمر، لا يمكن هذا. يعني لابد ان نعلم ان كل معظم عند الله تبارك وتعالى لابد ان يكون معظما عندنا، ولا شك ان فاطمه لها قدرها عند الله تبارك وتعالى، وهكذا يجب ان يكون قدرها عندنا. فكيف نجمع بين حب عمر وحب فاطمه اذا كان عمر فعل هذا بفاطمه؟ ولذلك في عقيدتنا ان هذا لم يثبت. ولهذا يعني نقاط كثيرة يمكن أن أراجعها معك الآن ومع إخواننا وأخواتنا المشاهدين في هذا الموضوع. إذا نحن لا نبرر، لا نبرر لعمر هذا الفعل، لا 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 أبدا أبدا، أنه جاء إلى البيت وهدد بإحراقه. يقول بأن هذه القصة تهديد عمر بحرق بيت الزهرة مجرد أساطير، وأيضا قال وتذكروا جيدا هذه الجملة، قال إذا ثبت أن عمر فعل هذا الفعل فلا يمكن أن نترضى عليه، ولا يمكن أن يجتمع حب فاطمة وحب عمر. وهذا الكلام صحيح، لا يمكن أن يجتمع حب فاطمة مع حب من هددها. نشاهد مقطع آخر. مع أسطورة مجوسية أخرى وهي أسطورة كسر ضلع الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، تلك الأسطورة المجوسية التي دائما ما ينسبها المجوس إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والغاية البعيدة من هذه الأسطورة إسقاط الدين الذي نقله الصحابة بإسقاط عدالتهم، وحتى ينفروا أتباعهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لا بد وأن ينسبوا إليهم العظائم من الأعمال والشنيعة التي لا يمكن أن يقوم بها مؤمن. لو كان هذه كانت هذه الحادثة من الأمور الحقيقية التي وقعت لنقلها المحب والمبغض للصحابة في ذلك الزمن، فكيف ونحن نقلب صفحات التاريخ وكتبنا المعتمدة في رواياتها الصحيحة فلا نجد شيئا من ذلك إلا أكاذيب المجوس وافتراءاتهم وأباطيلهم هم وأهل البدع والضلال. يقول نقلب صفحات التاريخ ولم نجد هذه الأحداث، يعني كتبه لم تذكر شيء من هذه الواقعة، يعني ينكر ويقول افتراءات المجوس. سوف نرى من هم المجوس الذين رووا هذه الواقعة. نرجع إلى الخميس. ثانيا، أين السند الصحيح لهذه القصة؟ نحن أهل الإسناد. نعم. نحن الله تبارك وتعالى أكرمنا طيب بالإسناد. نعم. أين إسناد هذه القصة الصحيح؟ من يقول أن هذا الأمر قد وقع؟ إذا كانت القضية كل إنسان يجلس بينه وبين نفسه ويؤلف قصة ثم ينسبها إلى النبي أو إلى أبي بكر أو إلى عمر أو إلى علي أو إلى فاطمة، هذا الكلام مرفوض. نحن نريد إسنادا صحيحا لهذه القصة، فإذا كان فنقول على العين والرأس ثم يترتب عليه ما يترتب. أما أن تأتينا قصص هي عبارة عن أساطير فنحن غير ملزمين حقيقة بقبول مثل هذه القصص. يقول أن الله أكرمهم بالإسناد ويطلب سند صحيح لهذه القصة، وإذا ثبتت فهو على العين والرأس. إذا كان الأمر كذلك تعالوا معي لنفتح هذا الكتاب ونرى هل فعلا يوجد حديث صحيح وصريح، أعيد، حديث صحيح السند لا غبار عليه وصريح المضمون والفهم. لا نريد حديث فيه طلاسم وتأويلات، نريد حديث صريح يقول أن عمر هدد فاطمة بإحراق دارها، أليس كذلك إخوتي الكرام؟ إذا كان الأمر كذلك تعالوا معي إلى هذا الكتاب المصنف لابن أبي شيبة المتوفى 235 الجزء 13. هذا الكتاب أقدم من البخاري ومسلم ومسند أحمد، يعني كتاب قديم جدا، وصاحبه ابن أبي شيبة من كبار علمائهم وغان عن التعريف، ولكن مع ذلك نشاهد ترجمته عند الذهبي. سير أعلام النبلاء للذهبي الجزء 11. ابن أبي شيبة الإمام العلم سيد الحفاظ وصاحب الكتب الكبار المسند والمصنف والتفسير، يقول عنه الذهبي الإمام العلم سيد الحفاظ. الآن تعالوا معي لنقرأ هذا الحديث. رقم الصفحة، رقم الحديث، دققوا معي إخوتي الكرام في السند. حدثنا محمد بن بشر، حدثنا عبيد الله بن عمران، حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه أسلم أنه حين بويع لأبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كان علي والزبير
يدخلان على فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فيشاورونها ويرتجعون في أمرهم. فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج حتى دخل على فاطمة فقال: يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، والله ما من أحد أحب إلينا من أبيك، وما من الخلق أحد أحب إلينا بعد أبيك منك، وأيم الله يقسم ما ذاك بمانعي إن اجتمع هؤلاء النفر عندك أن أمر بهم أن يحرق عليهم البيت. قال: فلما خرج عمر جاءوها فقالت: تعلمون أن عمر قد جاءني وقد حلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت، وأيم الله ليمضين لما حلف عليه. قبل أن أنتقل إلى مضمون الحديث، يجب أن نتأكد أن هذا الحديث صحيح السند أم لا، لكي يكون على العين والرأس. فكما تعلمون أن هؤلاء أهل الإسناد كما يقولون. ثانيا، أين السند الصحيح لهذه القصة؟ نحن أهل الإسناد. نعم. نحن الله تبارك وتعالى أكرمنا طيب بالإسناد. نعم. أين إسناد هذه القصة الصحيح؟ في قضية أهل البيت يتشددون في السند ويصبحون أهل الإسناد، وإذا أتيتهم بالسند يجعلون له ألف علة وعلة. ولكن عندما يأتي حديث في عمر مثل يا سارية الجبل، أو عمر يخاطب نهر النيل، أو يصارع الجن، لا، هذه يقبلونها حتى وإن لم يكن لها سند. المهم، تعالوا معي لنبدأ مع أول راوي. حدثنا محمد بن بشر. تعالوا معي لنرى ترجمة هذا الشخص. تهذيب التهذيب ابن حجر العسقلاني، الجزء الأول. يقول فصل: وقد ذكر المؤلف رقوم فقال للستة عين، يعني إذا رأينا حرف عين يعني أن هذا الراوي روى له كتب الستة. تهذيب التهذيب ابن حجر العسقلاني، الجزء الثالث. محمد بن بشر عن ابن معين ثقة. التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في جامع الصحيح للباجي. محمد بن بشر أخرج البخاري في الفتن ومناقب عمر وغير موضع عن علي بن المديني. قال النسائي: هو ثقة. حدثنا عبيد الله بن عمران. لنرى من هو. سير إعلام النبلاء للذهبي، الجزء السادس. عبيد الله بن عمر ولحق أم خالد بنت خالد الصحابية وسمع منها، فهو من صغار التابعين. وقال أبو زرعة وأبو حاتم ثقة. وقال النسائي ثقة ثبت. تهذيب التهذيب ابن حجر العسقلاني، الجزء الثالث. عبيد الله بن عمر. حدثنا زيد بن أسلم. لنرى من هو زيد بن أسلم. سير إعلام النبلاء للذهبي، الجزء الخامس. زيد بن أسلم الإمام، الحجة، القدوة، أبو عبد الله العدوي العمري المدني الفقيه. حدث عن والده أسلم مولى عمر، وعن عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع وأنس بن مالك، وعن عطاء بن ياسر وعلي بن الحسين وابن المسيب وخلق. حدث عنه مالك بن أنس وسفيان الثوري إلى آخر القائمة. وكان له حلقة للعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. وقال البخاري: كان علي بن الحسين يجلس إلى زيد بن أسلم فكلم في ذلك فقال: إنما يجلس الرجل إلى من ينفعه في دينه. تهذيب التهذيب ابن حجر العسقلاني، الجزء الأول. زيد بن أسلم العدوي روى عن أبيه وابن عمر وأبي هريرة وعائشة وجابر إلى آخر القائمة. وقال أحمد وأبو زرعة وأبو حاتم ومحمد بن سعد والنسائي وابن خراش ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة من أهل الفقه والعلم، وكان عالما بتفسير القرآن. عن أبيه أسلم. لنرى من هو أسلم. في كتاب مغاني الأخبار للعيني، الجزء الأول. في ترجمة أسلم: مولى عمر بن الخطاب، سمع عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وحفصة وأبا بكر وعثمان بن عفان وأبا عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبا هريرة ومعاوية بن أبي سفيان، وروى عنه ابنه زيد والقاسم بن محمد ومسلم بن جندب، وحضر الجابية مع عمر بن الخطاب. قال ابن إسحاق: بعث أبو بكر عمر سنة 11 فأقام للناس الحج وابتاع فيها أسلم مولاه. قال أبو زرعة مدني ثقة. تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني، الجزء الأول. أسلم العدوي أدرك زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وروى عن أبي بكر ومولاه عمر وعثمان وابن عمر، وروى عنه ابنه زيد. وقال العجلي مدني ثقة. وقال أبو زرعة ثقة.
كتاب تذكرة الحفاظ للذهبي، أسلم أبو زيد العدوي روى عن مولاه عمر بن الخطاب وروى عنه ابنه زيد بن أسلم، تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي الجزء الثاني، أسلم القرشي العدوي مولى عمر بن الخطاب وهو والد زيد بن أسلم، أدرك زمان النبي صلى الله عليه وآله وروى عن أبي بكر وعبد الله بن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ومولاه عمر بن الخطاب، وروى عنه زيد بن أسلم، وقال العجلي مدني ثقة، وقال أبو زرعة ثقة. كما شاهدتم معي أن هذا الإسناد لا فقط صحيح بل في أعلى درجات الصحة، وكل رجال هذا الإسناد من رجال البخاري ومسلم. شاهدوا معي، صحيح مسلم بشرح النووي رقم الصفحة رقم الحديث، يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ابن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر نفس السند، حدثنا عبيد الله نفس السند. كما شاهدتم نفس السند في صحيح مسلم. الآن لنذهب إلى البخاري، فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني الجزء السادس رقم الصفحة رقم الحديث، يقول حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم، يعني نفس السند، قال سمعت عمر إلى آخر الحديث. إذن إسناد هذا الحديث مثل الذهب، كل رواة هذا الحديث هم من رجال البخاري ومسلم. والآن سؤال، هل يوجد إنسان يشكك في هذا السند؟ نعم يوجد. كيف؟ هذا الإسناد الصحيح الذي رجاله رجال البخاري ومسلم والكتب الستة يشكك فيهم؟ أقول نعم نعم يوجد. سوف تشاهدون مقطع وسترون كيف أن هؤلاء أعمى الله قلوبهم وأبصارهم، وستتأكدون أنني عندما أقول أنهم يضللونكم فأنا لا أفتري عليكم. شاهدوا. يعني هذه القصص حقيقة يعني هي لدغدغة المشاعر، يدغدغون مشاعر الناس بأمثال هذه القصة، وهذه قصة مكذوبة باطلة، وجاءت رواية ضعيفة. نعم. عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب وأبو بكر لما ذهب إلى علي ولم يبايع في بيت فاطمة، حتى لا نكون يعني كتمنا شيئا من ذلك، أنهم جاءوا إلى ذلك علي فكلم عمر فاطمة بأدب وقال يا ابنة رسول الله والله ما من أحد أحب إلينا بعد رسول الله منك، زين، فمري هؤلاء فليبايعوا، طيب، أو أحرق الدار على من فيها. قالت أو تفعل يا عمر؟ قال نعم. هذه قصة أيضا باطلة، نعم، غير صحيحة. زيد بن أسلم لم يدرك الحادثة ففيها انقطاع، وفي هذه القصة أيضا أنه كلمها بلطف وأنه لم يحرق وإنما هدد، نعم، بالحرق. لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإنا إليه راجعون. سمعتم ماذا قال إخوتي الكرام؟ هذا الحديث الذي إسناده صحيح يقول أنه ضعيف. لماذا ضعيف يا سماحة الشيخ؟ يقول لأن زيد بن أسلم لم يدرك الحادثة. عجيب والله عجيب. هل السند ينتهي إلى زيد بن أسلم أم إلى أبيه أسلم؟ شاهدوا السند، يقول حدثنا زيد بن أسلم عن أبيه أسلم، إذن السند لم ينتهي إلى زيد بن أسلم، ينتهي إلى أبيه أسلم. إذن السند لم ينتهي إلى زيد بن أسلم بل إلى أبيه أسلم، يعني زيد بن أسلم يروي عن أبيه أسلم، وأسلم يروي عن عمر بن الخطاب كما شاهدتم. إذن هذا الحديث ليس بحديث ضعيف ولا منقطع، فلماذا هذا التدليس على الناس؟ إن إذا أردت أن أكذب كما يكذبون أستطيع، نعم، لكن نحن أهل صدق أهل أمانة. وأيضا إذا سلمنا بكلام هذا العلامة سوف ينهدم البخاري. لماذا؟ لأن البخاري روى مثل هذا السند تماما. شاهدوا، فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني الجزء العاشر دار الفكر رقم الصفحة رقم الحديث، يقول حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم أن رسول الله كان يسير في بعض أصفاره وعمر بن الخطاب إلى آخر الحديث. لاحظتم أن زيد بن أسلم يروي عن أبيه أسلم، وأسلم يروي عن رسول الله مباشرة، فضلا عن عمر بن الخطاب الذي هو مولاه وكان ملازما له. فأين هو الانقطاع والإرسال؟ هل يتجرأ هذا العلامة أن يقول أن هذا الحديث ضعيف؟ ويتون يتكلمون يقول لا، هناك حديث صحيح ضعيفة كثيرة في البخاري، حديث ضعيفة كثيرة في مسلم. يقول ليس هذا من فنك، وليس لك أن تتكلم في هذا، وإنما يتكلم في هذا أهل العلم، أهل هذا الفن. فلذلك الأصل في كل العلوم
أن لا يتكلم بها إلا أهلها. جميل جدا، لنرى ماذا يقول أهل العلم والفن، وهو ابن حجر العسقلاني هذا العملاق، وهو يرد على الدارقطني الذي يحاول تضعيف حديث من البخاري بنفس السند عن زيد بن أسلم عن أبيه. شاهدوا معي ماذا قال ابن حجر العسقلاني في هذا الحديث. فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، هدي الساري مقدمة فتح الباري، دار الفكر، رقم الصفحة، الحديث 74. قال الدارقطني: أخرج البخاري عن القعنبي وعبد الله بن يوسف وغيرهما عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم أن النبي صلى الله عليه وآله كان يسير وعمر معه، الحديث في نزول سورة الفتح مرسلا، وقد وصله قراد وغيرهما عن مالك. قلت هنا ابن حجر يرد على الدارقطني يقول: قلت بل الظاهر رواية البخاري الوصل، فإن أوله وإن كان صورته صورة المرسل فإن بعده ما يصرح بأن الحديث لأسلم عن عمر، ففيه بعد قوله فسأله عمر عن شيء فلم يجبه، فقال عمر: نزرت رسول الله صلى الله عليه وآله 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. قال عمر: فحركت بعيري ثم تقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل في القرآن، وساق الحديث على هذه الصورة حاكيا لمعظم القصة عن عمر، فكيف يكون مرسلا؟ هذا من العجب والله أعلم. كلام واضح من ابن حجر، فالحديث متصل ولا يوجد انقطاع، وكما شاهدتم أسلم يروي عن رسول الله مباشرة، والبخاري قبل الرواية، وكما تعلمون البخاري هو صح كتاب بعد كتاب الله عندهم، ولا يروي إلا عن التقاد. أما قضية أنه هل في البخاري حديث ضعيفة؟ لا، ولا في مسلم. الأصل أن البخارية أو أن الحديث التي في البخاري كلها صحيحة، وكذلك الحديث التي في مسلم. فهي تفضل إما تضعف البخاري أو تقبل الرواية. أزيدكم من الشعر بيتا، شاهدوا معي هذا الحديث. فتح الباري بشرح صحيح البخاري ابن حجر العسقلاني، الجزء 10، دار الفكر، رقم الصفحة، رقم الحديث، يذكر السند إلى أن يقول عن عروة أن النبي خطب عائشة إلى أبي بكر. دقيق، يقول عن عروة، عروة تابعي ولم يلتقي برسول الله، فكيف له أن يروي مباشرة عن رسول الله؟ نترك أهل العلم والفن، ابن حجر هو من يجيب. يقول قال الإسماعيلي، إلى أن يقول ثم الخبر الذي أورده مرسل، فإن كان يدخل مثل هذا في الصحيحين فيلزمه في غيره من المراسيل. هنا الإسماعيلي يشكل على هذا الحديث بإشكالين، ثم يأتي ابن حجر ويرد عليه فيقول: قلت يرد الإشكال الأول لا يهمنا، المهم هو الثاني. يقول: وعن الثاني أنه وإن كان صورة سياقه الإرسال فهو من رواية عروة في قصة وقعت لخالته عائشة، فالظاهر أنه حمل ذلك عن خالته عائشة أو عن أمه أسماء بنت أبي بكر. وقد قال ابن عبد البر: إذا علم لقاء الراوي لمن أخبر عنه ولم يكن مدلسا حمل ذلك على السماع ممن أخبره عنه ولو لم يأتي بصيغة تدل على ذلك. أظن أن الأمر صار واضحا، فحديث عروة التابعي حتى وإن لم يلتقي برسول الله ولم يصرح بالسماع من أحد روى عنه البخاري وقبل حديثه، فالبخاري حمل الرواية على السماع من خالته عائشة، وأيضا لأن الراوي ليس مدلسا فيكون الحديث صحيح رغم أنه لم يصرح بالسماع من أحد. وهذا أيضا ينطبق على أسلم مولى عمر، فأسلم في رواية تهديد عمر بحرق البيت لم يروي عن رسول الله، وهذا أهون بكثير من رواية عروة الذي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فأسلم روى عن مولاه عمر حتى وإن لم يصرح بالسماع، فإنه يحمل على السماع من عمر لأنه كان ملازما له، وأيضا لأنه غير مدلس، وبهذا يكون الحديث صحيح السند لا غبار عليه. فمر هؤلاء فليبايعوا، طيب، أو أحرقوا الدار على من فيها. قالت: أو تفعل يا عمر؟ قال: نعم. هذه قصة أيضا باطلة، نعم، غير صحيحة. زيد بن أسلم لم يدرك الحادثة، ففيها انقطاع. عندما يصل الأمر إلى أهل البيت يصابون بالعمى، ينسون كل شيء، ينسون الجرح والتعديل، ينسون شروط البخاري في قبول الحديث، وكل هذا ليتستروا على جرائم أصحابهم. ماذا نفعل مع هؤلاء؟ إن لله وإنا إليه راجعون. إن إذا أردت أن أكذب كما يكذبون أستطيع، نعم، لكن نحن أهل الصدق، أهل أمانة.